عندما يتحدث مع الناس عن الحق فلا يكون ممن يأمر الناس بالحق ولا يعمل به، بل على طريقة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول لا، هذا يصف الحق للناس ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلا أمها، يعني أي موقع من مواقع الخير، أي طريق من طرق الخير، أي هدف من أهداف الخير إذا أبصره سار نحوه وقصده، ولا مظنة إلا قصدها، يعني مظنة للخير، بحيث يقول يمكن يكون بهالطريق في خير، يمكن بهالطريق في خير فيقصدها. قد أمكن الكتاب من زمامه، يعني جاء واحتضن القرآن وجعل القرآن هو الذي يقوده في حياته ويوجهه إلى حياته، فهو يعني الكتاب وهو القرآن قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله، يعني يجلس حيث يكون ثقل القرآن وينزل حيث كان منزله. هذا نوع من الناس. في نوع آخر الإمام يتحدث عنه، وآخر قد تسمى عالما وليس به، يعني يسمي حاله أنه عالم، أنه واعي، أنه مثقف، أنه مفكر، أنه بيفهم، بس هو مش هيك. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال. هاي المعلومات اللي أخذها كلها معلومات الجهل وليست معلومات المعرفة، فأخذها من جهال، أضاليل من ضلال، يعني أخذ من ضلال هذا ومن ضلال ذاك فاكتسبها لنفسه، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور. قل هو لما أيضا يعني نصب نفسه للناس كموجه وكقائد، هو جاي ينصب لهم شباك، ما في ناس ينصب شباك حتى يصطاد هالفريسة ويصطاد هذه. بعض الناس يقول أنه يقدمون أنفسهم للناس أنهم دعاة هدى، ولكنهم يتحركون في الفتنة وينصبون للناس شباكا ليصطادوهم لأغراضهم ولأطماعهم. ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور، من حبائل خديعة يخدعهم بها، وقول زور، قول الباطل. قد حمل الكتاب على آرائه، هو جاب القرآن لكن هو حاول أن يخضع القرآن لآرائه، ولا يخضع آراءه للقرآن. مفروض إحنا نستهدي بالقرآن، يعني ما قاله القرآن نقوله، وما أمر القرآن لنا أن نعمله لازم، مش أنه إحنا شو عندنا أفكار مثل بعض الناس، هو شو عنده أفكار قد تكون خاطئة يحاول يأول القرآن ويحمل القرآن على أفكاره، وما أكثر الناس في هالمجال. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يعني صار يفسر الحق، يقدم أهواءه وشهواته على أساس الحق ويبلغها للناس على أنها هي الحق. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. كل أشياء الذي هي من العظائم عند الله يهونها على الناس حتى يمنعهم عن الاستعداد للطاعة، ويهون كبير الجرائم، يغري الناس بالمعصية فيهون لهم الجرائم الكبيرة. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، قل أنا محتاط، أقف عند الشبهة الذي تشتبه فيها الحق الباطل ولكن فيها وقع. ويقول أعتزل البدع، وبينها الطجع، البدع هي التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان،
شوفوا إنسان يمكن، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شوفهم أبدا هذا، ولكن لما تشي قلوبهم قلوب حيوان، بلحاظ أن الحيوان همه شهواته وهي مملوءة بالشهوات، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، يعني مسكر باب أبواب الهدى، لا يعرف باب الهدى منين حتى يتبعه، وإنما يتحول إلى أبواب الضلال، ولا باب العمى فيصد عنه، أيضا لا يعرف باب العمى، هذا الباب الذي هو لا يبصر فيه الطريق فيصد عنه، فذلك ميت الأحياء فأين تذهبون، وين رايحين؟ هذا مش أنا عم يحكي، إمامكم عم يحكي وعم يتكلم الإمام للناس هناك، والإمام كلامه للزمن كله وللناس كلهم، فأين تذهبون، وين رايحين؟ وأنى تؤفكون، تتحركون في طريق غير الصحيح، والأعلام قائمة، كل شيء مبين، والآيات واضحة، والأنواء والمنار منصوبة التي تنير لكم الطريق، فأين يتاه بكم، وين عم أين يذهب بكم هؤلاء إلى مجالات تتيهون فيها عن الطريق؟